الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية ومن السبيان علي ومن النساء خديجة الذي ثبت الله بها قلبه ووقاه ومن الموالي زيد بن خارية ومن الأرقاء بلال الذي عذبه بالله أمية وأولاه مولاه أبو بكر من العتق ما أولاه ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وبنو عوف وبنو عمته صفية وغيرهم ممن أنهله الصديق رقيق التصديق وشيق وسقى وما زالت عبادة الله عبادته صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخ فيه حتى أُجلت عليه فاتبع بما تؤمر فجر بدعاء خلقي إلى الله ولم يبعد منه قومه حتى غاب آلهته وأمر برب الذمات والوحدانية فتجرؤوا على مبارزته بالعدى والذواذى وشد على المجرمين البلاء وفاجروا في سنة خمس إلى الناقية النجاشية وحديب عليه عمه أبو طالب بابه وكل من القاضي فتقاما وفرض عليه قيام بعد من ساعة الليل ثم نسخ بقوله تعالى فاقرأوا ما يسر منه أقيموا الصلاة وفرض عليه رقتان بالغداوة ورقتان بالعشية ثم نسخ بإيجاب الصلوات الخمس في ليلة مسرى فمات أبو طالب في نصف شوال من عشر ميسات وعظمت بموته الرشية وذلت بطله مخا وذلو خديجة بعد ثلاثة أيام وشد البلاء على المجرمين أمره وقعت قريش به صلى الله عليه وسلم كل أذية وأما الضائف يدعو ثقيفا ولم يحسنوا بالإجابة قراء فقرأوا به السفهاء والعبيد فسبوه بألسنة بذية ورموا بالحجارة حتى غذبت بالدماء النعلى ثم عاد الله عليه وسلم إلى مكة خسيسا فأسأله ملك الجبال في إلهك آلي ذوي العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلامه به ومن يتولى عطر اللهم قبره الكريم بعرف سديه من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله